ذكر ابن الجوزي في كتاب المناقب، وهو كتاب ضخم جدا في 800 صفحة، في الباب 98 قال: في سبب اختيارنا لمذهبه على مذهب غيره. قال رحمه الله: واعلم أن نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه، انتبه، هذا المتحدث من؟ ابن الجوزي، ليس فلان أو فلان أو أحمد القيمي. يقول نظرنا، فعلا إذا قال نظرنا نظر، يعني ها، إذا قال نظرنا نظر، ومثلنا الآن نقول ها أفضل كتاب في الفن الفلاني كذا، وهو ما قرأ لها الكتاب، ما في غيره. واعلم أن نظرنا، شيخ الإسلام يقول وقف على كم مؤلف ابن الجوزي؟ ها، وقف على 1000 مؤلف. يقول الشيخ الإسلام يقول عددتها 1000، ثم بعد ما عدها يقول ثم وجدت بعد ذلك مؤلفات له. هذا ابن الجوزي رحمه الله يؤلف كتب بالمجلدات، يعني 20 مجلد، 10 مجلدات. ها، فيقول واعلم أن نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه. لذلك هذا مزايا المذهب عندنا، أن في أئمة فحول مثل ابن الجوزي، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الموفق، آية من آيات الله: لم يدخل الشام ها بعد الأوزاعي، هذا شيخ الإسلام يقول لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. سبحان الله، بين الموفق الأوزاعي 400 سنة، ما يقول ما دخل الشام أبدا. سبحان الله، أئمة كبار في هذا المذهب. يقول وسبرنا أحوال، يقول ابن الجوزي وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، أيضا سبرنا. تقول أنت الآن أفضل أنا عالم عندي الإمام أحمد، وإحنا ما قرينا لنا سيرة الإمام أحمد في البداية والنهاية يمكن، أو في السيرة عن النبلاء الذهبي. يقول سبرنا أحوال القوم، كل الأعلام المجتهدين ترى إحنا قرأناها كلها، وقفنا عليها، فرأينا هذا الرجل، من هو؟ الإمام أحمد. فرأينا هذا الرجل أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله تعالى، وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن، من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر إلى غير ذلك. يقول وأما النقل، يقول رحمه الله وأما النقل فقد سلم الكل له انفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. ثم قال رحمه الله: ثم إنه ضم إلى العلوم، هذا ليس العلم فقط، احنا عندنا بعض العلم، أما العمل فالله المستعان، الله يسر علينا. يقول وأما ثم إنه ضم إلى العلوم ما عجز عنه القوم من الزهد في الدنيا وقوة الورع، ليس ورع، ورع قوي، تنزه عن أشياء ما تتوقع أنك أن الإنسان يتنزه عنها رحمه الله. ولم ينقل عن أحد من الأئمة، يقول ما نقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الأخوان، لا يأخذ من السلطان شيء، لا راتب ولا وظيفة ما عنده رحمه الله، كان يعيش على بستان وقف أوقفه أبوه عليه، بستان خراجه يسير، كان أجرة له يعيش عليه رحمه الله، وهدايا الإخوان أيضا، زملاء إخوانه أولاده، يعني في يوم من الأيام استعجلوا على الخبز، أتي بالخبز سريعا له فقال أين خبزتموه؟ قال في تنور صالح، ابنك صالح، لأن التنور الذي لك يعني يحتاج وقت حتى نشعله حتى يسقط. قال لا أريده، لا أريده، لأن ابنه كان إيش تولى إيش القضاء، أحد أبناء الإمام أحمد تولى القضاء، وكان أبوه ينهاه، لكن لما مات الإمام أحمد كان هذا صالح رحمه الله كان عنده أولاد، وكان إذا رأى لبس القضاء عليه يبكي لحاجته للنفقة، لا يوجد عنده ما ينفقه رحمه الله. يقول ولا نعلم، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الإخوان كامتناعه. ثم قال رحمه الله كلمة قوية وما كان ينبغي أن يقول، لكن قالها رحمه الله: ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا بأخذه. غير الإمام أحمد بن العلماء ترخصوا أخذوا، طبعا احنا نتحلى بذكر هذا الكلام، ولا احنا بعيدين طبعا بيننا وبين ابن الجوزي، بل نقول بيننا وبين ابن عثيمين كما بين السماء والأرض رحمه الله.
يقول ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا فيه، إلا الإمام أحمد ما ترخص ولا قبل. حتى في اليمن لما ذهب إلى اليمن لمقابلة عبد الرزاق الصنعاني وسرقت ثيابه، فجلس في المنزل في بيته رحمه الله، كيف خرج؟ قال أتاه أصدقاؤه قال نعطيك ثياب، قال لا، أعطوني كتابا أكتب لكم فيها حديث بأجرة، وهذه الأجرة تشترون لي به ثياب. ما في رحمه الله يعني إمام. قال ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل المهجة، بذل نفسه رحمه الله في نصرة الحق، ولم يكن ذلك لغيره.